السلام عليكم اخواتي متابعين قناة نجمة الريف، مرحبا بكم معايا. اليوم جيتكم واحد الوصفة بانكيك. اليوم غادي نعدلوه ان شاء الله، واحد الماكلة العجيبة. من بعد غادي نوريها لكم. دابا نعطيكم المقادير ومن بعد غادي تكمل معاكم بنتي، غادي تهضر بالريفية وتكمل الطريقة نتاع هاد البانكيك بالريفية ان شاء الله. تبعوا معايا الاخوات ديالي. عندي هنايا جوج البيضات، زلافة طحين فرص، نص لتر الحليب، عندي هنايا 4 معالق السكر، معالق كبار، 4 معالق كبار الزيت المائدة، عندي هنايا شوية الملحة، واحد لاباني 7 غرام، شوية قشرة الليمون، واحد خماد الحلوة 7 غرام. ودابا الاخوات ديالي غادي ندوزو للطريقه، بنتي هي اللي تكمل معاكم ان شاء الله، ومن بعد نوريكم الماكله العجيبه اللي عندي اليوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نهار اختي شنتي تسير خوت اي سمينو سمازير بورك عجينات دي ما كاينش دي تسير عرفتيني واي فاهم انشا. المهم انا دخل اخو غال مقادير، غاري اجن تشياط الخميره 7 غرام، غاري شويه الليمون يحك، غاري اجن تشياط من لابانيا، غاري شويه نرمرح وهادشي شي الطاسيه، غاري هنا انتم تشهرين، غاري 4 طنجاين السكر، 4 طنجاين السج، فنجان نوال يعمر، ازيني سترون وغير. المهم قيمة انت كيديا اكيد انت ذوق ذي الخليط ان شاء الله. يعني نشتن انا تعبت المغنى. رخو ادخل الطخ، بقى نخلط مليح، بقى رخو انكسكا نخلط، الزشت خلاطيس، عند شوية المرح دروست، و عند لابانيا نخلط هنايا مليح، لقارو خو عندك الليمون هاك بخاغي وزينتو معرا. شويه الخانه تبني انت بعودان شويه شويه مثل ما تقطع اللسان، عوانات انت الخميره نهار قالت لها انت باش تبني انت معاون في عيدنا، وكي خرجت من الشعر ما تجربت تدرس مشنا تقول لها واش تكسي غنغرام وعش الفنكل، كي خرجت الشعر ما تجربت يلا قيمتك كي داي السنين باش نشوف تصير لها الكحال اقعا عندك تاخدني ان خصاحي ديت فنجري مغاضي ساوني شوية توعد ماش تديني خ كلش كل عشرة فنجري غاز اقل خوكي خزين وفنجان هاد خصاح خلا دعنيخ الفارغ مارا يعني الفنجان ني كمر اقل خو خاص نقي الخميرة غنخلط نقيم شوية شوية خانة نقي السمانو مامش دي تفوق ويوزير ويقسيح ها توالنت ها مشتي تفوغ عشتين بان كيك لنا بخو اكيش انتي دعذو خاس نسنن رذي ما دي سننن اكيد معاون توان يال اقر ما قاني ذانق ما قرات شنا اتعج مرات قدي ثعوان شنت شنا دي بيستانس توي بثي الطاوين تتنت قبري قمو تمني خاكنين تنشع على تصغنت وتجار بنت راكنين اقر اخو غادي نبدو دابا نديرو العجين في المقلة ديالنا على هاد الشكل. نكبو هنا العجين، تبعوا معايا نمشيو هاكا غير بشويه بهذا الشكل، ديروا العافيه مهيله تكون العافيه مهيله بزاف بزاف باش يجينا اللون اللي بغينا على الوجه ديال البانكيك ديالنا ان شاء الله. دابا نقلبوها غير بالمهل هاكا
تبارك الله. تحمرات من تحت، ديروا خليوها تحمر من هاد الجهه عاود، ونقلعوها ونديروا وحده اخرى عاود ان شاء الله معاكم عاود. هي طابت هذه الاولى، نزيدوا عاود معاكم وحده اخرى عاود الثانيه. كيفاش نبقاو نديروا غير بشي بلاقه هكا باش تقاد لينا في المقله هكا. دابا نديروها طيب ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله من غير طيب. دابا طابت من التحت، نقلبوها معاكم عاود المره الثانيه هكيفاش، حيت ساهله في التقلب ديالها في المقله. ها هي لقاتي السماء نقابان كي كنغدي سماء المقاهي العجيبه، شنت شنو غتجي لنا شنت شنو يجي هاقاش تمشت تبارك الله. تمني غير كنت كنت دانشنت هاقات تنزوق عاد شوت شوت حلاوه بجناش من الزوق حنجان. اصلا الحنجان بزاف تعجبني، بس الحاجه جا مزوقه يا امو تعجبني، بس نتردى غاسن سنزل حاجه عاديه. وها تمني ان شاء الله تجربوا راك انت السماء ان شاء الله. ثاني نعليش تمانية زادي الطريقه يصير اشتي سونجا الفارغ ديال المقلي يمو كان السويا غام شو شو شويه على حسب فيه هنا هنا غاسي امام الزغن الدب حدا سنت مع وضنت يمو هاد الشغل غثوم غتقيم غامو يلا يلا غير غيكمرغ اش تشنغ تنكاوت ني غيك تنكاوت غاشي تشنغ ميت غيقربق واش اش تشنغ الشك النهائي ان شاء الله. لقاش داي السما كي جيت تقرب عاود تنظلي قالني غاش نتوعد كنا دنا غاش نتشلخ معاك مره غاش تي مره قرب غبان كي كينو قلت شغاش وجو تمو نسي فغ نجي شواش وتمو سوا داي نحاول نسي شواش وتمو لقاش الطريقه هي في مسي تري دروس نتمسي قلت نقرب امو تبارك الله مشتو ساعه خزان تا كيلي كلشي في مسي تري دروس. ها الاخوات ديالي دابا ساليت العجين كلشي اللي عندي، هذه هي الاخرى اللي بقات لي هاوري درتها معاكم ها كيفاش. دابا غادي نسالي ونوريكم الشكل النهائي ديالو ان شاء الله كي كتجي. بان كي كنا تبارك الله يفضيشنا ويصبوا حتى المقاريم غنمشي على حساب توي على حساب التقديم قداش تويا وها تمني خلينا ان شاء الله راكني ان شاء الله تجربوا انت شنو تيعجب رخو اش انت تستمرخ نمشي كاي سمينو غا داخل تلقاي سمينو مشتي تفغا داخل تلقا مشتي تفغا تمني ان شاء الله راكي نتا تجربت. يلاه سمينو جيغ كنيت ارمانا ان شاء الله.